المرأة بشكل واضح خلال السنوات السابقة لتعزيز دورها في المجتمع، إضافة لكونها أم ومسؤولة عن بناء جيل جديد، فقد ساهمت بتعزيز دورها في المشاركة بالأنشطة والأعمال الحيوية وتركيز دورها كعنصر مهم إسوة بالرجل وكجزء لا يتجزأ في تحقيق هدفها. وهذا ما نراه واضحا من خلال تجسيد دورها بشكل فعال في تحقيق أعمال الريادة والمشاركة في بناء صرح وطنها، ونحن ولازلنا نحتفل بعيدها وبآثارها. يتبلور هنا عملها بمجالات الإبداع، وهذه اليوم تحقق إنجازا جديدا في مجال الإخراج السينمائي، وتأخذ مكانتها بمشاركتها بأعمال فنية عدة حققت نجاحا يحتذى به. واليوم تحتفل المرأة بكرنفالها السنوي الرائع عن محور عملها، وتبلوره في تحريك عجلة السينما الدوارة من جديد، ولتبدأ بتحقيق حلمها من خلال نتاجات سينمائية هادفة من خلال مشاركتها بمهرجان السينما النسوي بدورته الثانية، والذي تم برعاية مؤسسة المحطة وبالتعاون مع نقابة الفنانين العراقيين، حيث عرض بما يقارب 17 فيلم منوع وقصير جسد فيها دور المرأة ومعاناتها إزاء تحديات المجتمع. أما عن فعاليات المهرجان فقد امتدت في الفترة ما بين 17 إلى 18 لهذا اليومين من شهر آذار من عام 2022 في قاعة المحطة، وقد تم بعد الانتهاء من حفل الختام عقد جلسة نقدية تضمنت في محورها المرأة في السينما والتلفزيون. وقد تم عقد هذه الجلسة النقدية في فندق فلسطين الدولي بإشراف الدكتورة إيناس القباني ولجنة مختصة من مختصو الفنون السينمائية.